السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. جيتكم اليوم بوصفة سهلة سريعة وبنينة بزاف. الوصفة عبارة على قوارب باذنجان محشية باللحم المفروم والأرز. إذن نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نبدأ بالحشو. عندي هنا 150 إلى 200 غرام لحم مفروم، ضفت لها بصلة متوسطة مفرومة، حوالي ملعقتين أكل أرز مطبوخ في الماء، وملعقتين أكل معدنوس مفرومة. راح نجمعهم ببياض بيضة، ممكن استعمال بيضة كاملة. نتبل فلفل الكحل، شوية كمون، وملح حسب الذوق. خلط المكونات حتى تمتزج. هنا نحضر الباذنجان. انا خذيت زوج باذنجان الكبار، نخلي لهم الراس باش يعطيو منظر باهي، ونحاول نقسمهم في النص، كل وحده نقسمها على النص بالتساوي. ومن بعد نجي نحفرها، كل نصف نحفره في الوسط، نحيل القلب اللي فيها سريعة بسكين، هنا استعنت بأداة مخصصة لحفر الخضار.
الباذنجان بقليل من الملح، ونحط الحشو كمية كافية من الحشو، هنا جبت مول وحطيت فيه صلصة الطماطم وستفت أنصاف الباذنجان بشكل مخالف. بالنسبة لصلصة الطماطم كنت حضرتها بثلاث حبات طماطم طازجة مفرومة، وضفت لها زوج سنات ثوم، قليتها في قليل من الزيت، بلحتها طبعا أضفت الملح والفلفل الكحل، ملعقة أكل طماطم مصبرة، قليتها وبعد ضفت لها كوبين ماء وخليتها تطيب حوالي ربع ساعة. هنا بالنسبة للوجه تاع الباذنجان زينته بطماطم كارازية كانت متوفرة عندي في الثلاجة بلونين أصفر وأحمر، وستضفت كمية كافية من صلصة الطماطم. نغلفها بورق زبدة وفوقه بابي ألومنيوم، وندخلها لفرن ساخن مسبقا طيب في درجة حرارة 180 درجة مئوية مدة 30 حتى 40 دقيقة. فوالا طبق جاهز، الطماطم الكرزية مدت منظر هايل لهذا باذنجان. إذن هذه هي وصفة اليوم، إذا أعجبتكم ديروا جيم بارتاج وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو، أبقى لي غير نقول لكم مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله.